لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، انا مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا، يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعه، يا اللي في الاعلام، يا اللي في الصحه، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسه، انزلوا شوفوا البلد عامله ازاي وبصوا بعين حقيقيه. انزلوا كده المرج والمطريه، انا عشان افتح شارع بشيل بالالف عماره او الف بيت. شارع عشان الناس تمشي، عشان الناس تمشي في حتت ما بيتمشيش فيها. ايه ده بقى انت جاي تعمل ايه؟ جاي يعني ايه حكايتك النهارده بقى؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا والله.